جاءت فكرة هذا الأوبريت المسرحي لتعالج الواقع بأمال الأطفال وطموحاتهم ونظرتهم البريئة الإيجابية للحياة نحو واقع أفضل بعيدا عن الانقسامات والإحباطات والتناقضات وجميع شرذمات الحياة التي يقعون فيها وقد وقعوا فيها. يعني يوصلون رسائل للجمهور بطرق غير مباشرة برسالة أدبية شعرية غنائية فنية راقية ليقولوا للعالم نحن جيل النهضة، يعني الجيل القادم الآتي الذي يركز على النهضة والبناء والحضارة والقيم التي تساعد على التمكين والبناء بدلا من التراجع والتخلف الذي يسود الواقع الحالي. فلسطين تحتاج لسنوات ضوئية، البعض يقول ذلك، لكن في أعين أطفالنا بأن الأمل قادم والأمل حتمي ولو بعد حين. يحاول الأطفال لمعالجة قضية شائكة يعانون منها الأطفال من واقعهم المظلم المليء بالحصار والظلم والحروب والعنف والدمار الذي يرونه بكافة أشكاله سواء المعنوية أو الحسية وفقا لما تراه أعينهم أو ما يعيشونه من واقع، سواء كانوا أطفال في غزة أو في الضفة أو في القدس والـ48. هذه الرسائل توضح أن أطفال فلسطين يحملون رسائل للمستقبل بأن فلسطين محررة وموحد ومرحلة التمكين والبناء ستأتي ولو بعد حين.